العرافة البلغارية تتنبأ بمفاجأة صادمة عن مستقبل بوتين. أهلا بكل المتابعين والمشاهدين على قناة أنا وهي والنجوم في حلقة جديدة من حلقات التوقعات. كل عام وأنتم جميعا بألف خير ورمضان كريم على الجميع. الفيديو ده هنتكلم على توقعات العرافة العمياء بابا فانغا. من وقت والتاني بتتناقل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تنبؤات للعرافة البلغارية العمياء بابا فانغا، والتي قيل أنها توقعت العديد من الكوارث والأحداث الكبرى، بينها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وعلى الرغم من المثل القائل كذب المنجمون ولو صدقوا، بيحرص العديد من الأشخاص حول العالم على متابعة تلك التوقعات، يا إما من باب التسلية أحيانا أو الفضول أحيانا أخرى. لكن المفاجأة الصادمة هذه المرة كانت تنبؤاتها حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بس قبل ما نبدأ التوقعات، ياريت تشتركوا في القناة لو أول مرة بتشوفوا القناة، وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد، وما تنسوش دعموني باللايك والكومنت والشير. وفقا لما جاء في صحيفة ذا صن البريطانية، ادعت بابا فانغا التي توفيت قبل 25 عام أن بوتين سيصبح سيد العالم، كما قيل أنها تعتقد أن روسيا ستهيمن على العالم، وذلك في لقاء مع الكاتب بلانتين زيديروف عام 1979. كذلك زعم أنها قدمت نبوءة حول استخدام الأسلحة النووية والحرب العالمية الثالثة. وينقل أنه في عام 1979 خلال لقاء مع الكاتب والرسام الروسي بلانتين سيديروف، قالت فانغا: كل شيء سوف يذوب كما لو كان الجليد، يبقى شيء واحد فقط دون مساس، مجد فلاديمير، مجد روسيا. وتضيف العرافة البلغارية: كثيرا من سيتم تحويلهم لضحايا، لكن لا أحد يستطيع أن يوقف روسيا. وتمضي للإضافة: سيحاول الكل إزالتها من كل جانب وعدم الاحتفاظ بها، لكنها سوف تصبح رغم ذلك ربة العالم. ويربط عشاق التوقعات بين هذه الأقوال القديمة للعرافة البلغارية بابا فانغا وما يحدث الآن في روسيا. وتنبأت بابا فانغا بمستقبل مجيد لروسيا مرة أخرى حسب ما ذكرت صحيفة الديلي بوست، وحيث وفقا للعرافة البلغارية ستكون روسيا هي القوة العظمى الوحيدة في العالم. لكن كان ليها توقعات تانية بأن التنين هو اللي هيحكم العالم مع روسيا، وطبعا التنين في إشارة للصين. يذكر أن هناك ادعاءات أن العرافة العمياء توقعت خلال حياتها جائحة كوفيد-19 وموت الأميرة ديانا وكارثة تشيرنوبيل وغيرها من الأحداث. وكشفت البلغارية العمياء بابا فانغا توقعاتها لعام 2022 قائلة أن العلماء سوف يكتشفون فيروسا قاتلا في الأنهار الجليدية في الجزء الغربي من روسيا، وتحديدا في منطقة سيبيريا، مبينة أن الفيروس سيكون محتبسا ومتجمدا، ولكن بسبب الاحتباس الحراري سينتشر في الأرض مشكلا تهديدا خطيرا للبشرية. كما أشارت العرافة الشهيرة لأن العالم سيتعرض لكوارث طبيعية عدة وطقس قاسي، ما قد يجعل حياة البشر مستحيلة في بعض الأماكن بسبب الأعاصير والحرائق والفيضانات والزلازل. لافتة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتعرض لدوامة من الجليد المرعب. كذلك أضافت أن الدول الإسكندنافية ستتعرض لارتفاع شديد في درجات الحرارة، وإن قارة أوروبا في هذا العام ستتأثر بشدة بسبب الفيضانات، مؤكدة إن أستراليا سوف تشهد في 2022 موجات مستمرة من الحرائق.
وتوقعت كمان انتشار الجراد في العالم، وستواجه البشرية الفقر والجوع، وتتعرض بعض الأراضي للجفاف. طبعا بيقولوا ان اتحقق كتير من توقعات العرافة البلغارية بابا فانغا، وهي اسمها بالكامل اللي ما يعرفهاش فانجيلا جوستاريفا، ومن توقعاتها كان فيروس كورونا والصاروخ الصيني في 2021، لكن برضو لها كتير من التوقعات لم تتحقق، زي ظهور حياة على كواكب مختلفة عن كوكب الأرض، وانهيار الاقتصاد الأوروبي، واكتشاف علاج لأمراض السرطان بأنواعه. لسه كل ده ما حصلش، لكن تقريبا انهيار الاقتصاد الأوروبي بدأ بالفعل، واكتشاف علاج لأمراض السرطان بأنواعه. في حاجات بتقول أو في بعض الأخبار بتقول إنه هيكتشفوا علاج للسرطان. العرافة البلغارية بابا فانغا أصيبت بالعمى في طفولتها بعد إعصار غريب، ومن يومها أصبح لديها قدرة على توقع المستقبل، وأفادت أنها قدمت مئات التوقعات خلال مسيرتها المهنية التي استمرت 50 عام. وبكده انتهت حلقتنا النهاردة، وأحب أختم بهذا الدعاء: قل هو الله أحد، بفضلها يا رب لا تكلنا إلى أحد ولا تحوجنا إلى أحد، واغننا يا رب عن كل أحد، يا من إليه المستند وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه في ملكه ليس له شريك ولا ولد، ورزقه ميسر يجري على طول المدد. يا سيدي خذ بيدنا من الضلال إلى الرشد، ونجنا من كل ضيق ونكد، يا إله الفضل بحق الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك من فجأة الخير، ونعوذ بك من فجأة الشر، اللهم صب لنا الخير صبا صبا، اللهم ارزقنا طيبا يا كريم، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعذب عنك شيء، نسألك فيضه من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجا من بحر كرمك. أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم كثير الجود حسن الشيم. فببابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون، يا كريم يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بكده انتهت حلقتنا النهاردة، وأتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وياريت لو أول مرة بتشوفوا القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد. شكرا للمشاهدة، شكرا لدعمكم المتواصل، يا أحسن دعم في الدنيا. متنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.